هاتفيا مع الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. تحياتي أستاذ أشرف. يعني موقف نقله وفد حماس الذي ناقش في القاهرة مقترحات للمفاوضات، سؤالي هل يتكرر مشهد إفسان نتنياهو لهذه المقترحات؟ والمقترح معروف، يعني استعداد حماس لوقف القتال، نعم إذا التزمت إسرائيل بوقف القتال والخروج من قطاع غزة. تعليقك أستاذ أشرف. مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هناك جهود إلى حد ما هذه المرة تبدو فيها جزء من الجدية في إمكانية أن يكون هناك بالفعل توصل إلى صفقة، وأعتقد أن هذا الأمر سيتوقف على سير وسيرورة اجتماعات الغد في الدوحة التي شارك فيها الأطراف الأمريكية والإسرائيلية والمصرية والقطرية في محاولة لإعادة استئناف المفاوضات مرة ثانية ومن جديد في ضوء المقاربات والنجاحات التي كانت تحققت في القاهرة والدوحة في الأشهر الماضية قبل وضع نتنياهو كثير من العراقيل والحواجز أمام إحداث انطلاقة في الشهور الماضية. أعتقد في ضوء الضغوط الموجودة حاليا في الشارع الإسرائيلي وفي ضوء ما تحقق بعد اغتيال السنوار وحسن نصر الله وكثير من التيارات في حزب الله وحركة حماس، هناك ضغط أمريكي بذل خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للمنطقة الأسبوع الماضي، وأجرى مفاوضات موسعة مع الجانب الإسرائيلي واقترح الجانب الأمريكي أن يكون هناك عودة للمفاوضات. وأعتقد هناك كثير من الأنظار باتجاه ما سيحدث غدا في الجانب القطري، خاصة أن هناك بالفعل كثير من الأفكار والرؤى التي قدمتها في سلسلة الأسبوع الماضي، وعرضت كثير من الأفكار والرؤى وأجرت اتصالات مع الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. كان آخرها اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري والأمريكي أمس، والذي صب في خانة أن يكون هناك بالفعل ضرورة عقد الصفقة على وجه السرعة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا وقف آلة الحرب الإسرائيلية على وجه السرعة، وأيضا ضرورة أن يكون هناك احترام القانون الإنساني والقانون الدولي، بضرورة أن يكون هناك بالفعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى بما فيها الأراضي اللبنانية، خاصة أن الجانب المصري مواقفه وثوابته معلومة ومعروفة ويبذل كثير من الجهود على مدار عام كامل حتى الآن لدرجة أن يكون هناك تهيئة للظروف والأجواء من أجل عقد الصفقة وإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف آلة الحرب الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو حتى في جنوب لبنان. والجهد المصري لديه كثير من الأفكار والمقاربات طرحت على مدار عام كامل، واستطاع في نوفمبر من العام الماضي التوصل إلى هدنة، وبالتالي الجانب المصري راغب بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية كالجانب الأمريكي أن يكون هناك إعادة لتكرار إفراج عن دفعة جديدة من الأسرى حتى يوقف آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يكون هناك إنقاذ لإمكانية هيئات المجتمع الدولي كالأونروا وغيرها لإمكانية إنقاذ الشعب الفلسطيني في ضوء مساء التخريب الإسرائيلية ثلاثة أشهر الماضية، يجب أن تتوقف كما يطالب الجانب المصري بهذا الشأن. الجهود الدبلوماسية المصرية كما حضرتك تفضلت يعني على قدم وساق تبذل، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ يعني حتى الآن القتال مستمر، هل هناك أي ردود أفعال على المقترحات المقدمة لوقف إطلاق النار أستاذ أشرف؟ كل تأكيد جانب الإسرائيلي يقول أن نتنياهو قرر إفاد كل من رئيس المخابرات ورئيس الموساد ورئيس الشباك للدوحة، وأن هناك وفد إسرائيلي رفيع سيصل للدوحة غدا ويجتمع بنظرائه من الجانب القطري والمصري والأمريكي، وأن هناك بالفعل رغبة لإمكانيات الاطلاع على بعض الأفكار والمقاربات التي قدمت من أطراف عديدة في المقدمة منها وفي القلب الجانب المصري. وبالتالي الضغوط التي تبذل حاليا في إسرائيل من قبل أهالي الأسرى والمحتجزين، وستخرج مظاهرة مساء اليوم في تل أبيب وفي القدس ضخمة للغاية كما يقول الإعلام العبري، لحث نتنياهو على ضرورة التوقف عن عمليات القتل هذه المرة، وضرورة أن يكون هناك استجابة وتعاطي بعد حجج وبعد ممارسات تحايلية إسرائيلية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، أن يكون هناك تحريك لمسار المفاوضات في الدوحة وفي القاهرة، وأن يكون هناك تعاطي. وأعتقد أن هذا الأمر سوف يتوقف على ما سوف يفعله ويقدمه الجانب الإسرائيلي، هل لديه رغبة في تحريك قضية الأسرى والانسحاب من قطاع غزة وبشكل تدريجي؟ هل لديه أيضا رغبة في إمكانية أن يكون هناك بالفعل إغلاق ملف الحرب في غزة في قادم الأيام الأسابيع والأيام القادمة؟ كل هذا سوف يتوقف على المعطى الذي سوف يقدمه الجانب الإسرائيلي بمفاوضات الدوحة ودرجة استجابته وتفاعله مع المقترحات المصرية والأمريكية والقطرية في هذا الشأن، خاصة أن هناك بالفعل مطالب دولية الآن بدون وقف إطلاق النار.